وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أشتغل حارس أمن في أحد البنوك علما بأني لا أعلم هل هذا البنك ربوي أم لا؟ إذا كان اللي محطها البنك لا، ما يتعاون معه، أما إذا كان محطتها الحكومة للحراسة والأمن فلا بأس، هذا أمن عام للبنوك وغيرها من الحكومة. نعم.